تلقت اليوم بالمحكمة العسكرية بالرباط محاكمة 24 متهما في قضية قتل 11 عنصرا من القوات العمومية خلال عملية تفكيك مخيم قديمزيق ضواحي العيون في شهري أكتوبر ونوفمبر 2010. المحاكمة تميزت بوقفة احتجاجية نظمتها عائلة الضحايا 11، وغالبيتهم ينحدرون من الأقاليم الجنوبية. هم اليوم يرغبون في إثارة الرأي العام الوطني والعدالة على حد سواء حول جرائم القتل البشعة التي راح ضحيتها 11 عنصرا من القوات العمومية. ضمن الحاضرين أيضا بعض عائلات المتهمين 24، وقد مرت المحاكمة في ظروف عادية وهادئة. عبد الهادي المتوكل، استقى لنا تصريحات أمهات مكلومات. ولدي تدوا لي على ولدي، خرجوا لي عليه ولد لاسونس تدوا عليه، هذاك الشيء اللي عندي ولدي، ولدي قتل بالعدل ديالهم، القصاص، المهنه، الطايقين في المحكمه خصهم ياخذونا حقنا، ياخذونا حقنا، ولدي رزوني فيه، شو الشعب كبرت وقريت ودرت كل شيء، في الاخر كل شيء مشى، ولكن مشى شهيد في سبيل الوطن ديالو. ولدي ما كانش مسلح، انا مؤمنه بالله. وكنرحب بشهادة ولدي، ولكن اللي ضرني هو أن ولدي ما ماتش في حرب عادلة، ولدي ما مسلحش، ولدي مشى يحمي غير الناس، ولدي تيقوم غير بالواجب ديالو الوطني، ولدي مات الله يرحمه، حتى سبته عند الله، ولكن بيت العدالة تاخذ مجراها، يكون كانت حرب، ما نجيش، ما نوقفش، ما نبكيش، ما ولدي مات مغدور، يكون غير كانت حرب. يموت واستشهد، ما عزيتش في بلاده، ما عزيتش في المغرب، ولكن يموت ولدي بهذه الطريقة الدنيئة وبهذه الأيدي المخربة وبهذه الناس اللي أنا ما كنعرفهمش، ما يمكنش يموت ولدي بهذه الطريقة. ولدي محب للمغرب وما يمكنش عاشق المغرب يضيع في حقه. أثناء ندوة صحفية عقدها بمدريد لشرح شريط الأحداث، نلاحظ بكل استغراب شراسة الحملة الإعلامية ضد المغرب وتناول بعض وسائل الإعلام الإسبانية بكيفية مغرضة ومنحازة لما وقع بمخيم قديميزيك وبمدينة العيون. صور مؤلمة مرت عليها أكثر من سنتين خلفت ألما في نفوس أسر ضحايا أحداث قديميزيك، حيث سقط 11 قتيلا من صفوف قوات الأمن ومدنيين. وفي صباح هذا اليوم انطلقت محاكمة المتهمين بالمحكمة العسكرية بالرباط. وللحديث عن وقفة أسر عناصر القوات العمومية الضحايا 11 معنا من الرباط عبد الهادي المتوكل. عبد الهادي، ما هي مطالب هذه الأسر التي التقيت بها اليوم والتي تظهر للعلن لأول مرة وتنظم مساء اليوم ندوة صحفية لتوضيح عدالة قضيتها؟ نعم جد، كما جاء في روبورتاج الزميل كويندي وكذلك في الشهادة المؤثرة لعائلة الضحايا، اليوم عائلة الضحايا أو تنسيقيات عائلة الضحايا نقلت معاناتها ونقلت كذلك حجم المأساة الكبيرة التي عانت منها لمدة سنتين، نقلتها اليوم لإسماعها للرأي العام الوطني، لإسماعها للمراقبين الدوليين، لإسماعها كذلك لكل الذين حضروا اليوم لمتابعة انطلاق محاكمة المتهمين في إطار أحداث تفكيك مخيم قديميزيك بمدينة العيون. العائلة نظمت وقفة، هي وقفة للتعبير بصوت واحد عن المعاناة، عن حجم المأساة، وقفة شارك فيها أطفال، هناك أطفال لا تتجاوز أعمارهم 3 سنوات لم يعيشوا في حضن أبائهم، هناك أمهات صرخت وبكت لحجم المأساة، وكذلك عبرت هذه العائلات للمراقبين الدوليين خلال شهاداتهم وكذلك للصحافة الدولية على أنها لا تريد الانتقام، فقط تريد عدالة، تريد إنصاف، تريد محاكمة يدان فيها الجونات، يدان فيها كل المجرمين الذين ارتكبوا تلك الفظاعات في حق أبنائها بتمثيل بلجتهم بقطع رؤوسهم. هذا ما تطالب به العائلات، وتطالب ولها ثقة في القضاء، لها ثقة في العدالة لإنصافها. المحاكمة جد مرت اليوم في أجواء كما قلت عادية وهادئة، كما عينا نحن كصحفيين. الجلسة كانت علنية، حضرتها عائلة المتهمين، حضرتها عائلة الضحايا، المحامين،
أزيد من 50 مراقب وملاحظ دولي، وكذلك أزيد من 15 ناشط حقوقي مغربي حضروا أيضا لمتابعة أطوار هذه المحاكمة. رئيس الجزاء أكد في الأول أن هذه المحاكمة ستراعي كل شروط المحاكمة العادلة بتوفير كل الضمانات للمتهمين من خلال الدفاع ومن خلال كذلك أجواء العنانية للمحاكمة. عبد الهادي، نعلم أن حول هذه القضية خاصة ما يتعلق بظروف القتل الوحشية التي ميزتها هناك تحوير كبير مارسته على وجه الخصوص البوليساريو كما شاهدنا في تقرير ياسين الكويندي، ما هي التعليقات هذا الصباح حول محاولات تضليل هاته؟ نعم أجاد، الجواب الصريح على كل حملات التضليل، كل حملات تشويه وتحوير حقيقة ما جرى من جرائم داخل مخيم قديم الزيق منذ سنتين، هذا الجواب قدمته اليوم عائلة الضحايا من خلال الوقفة التي نظمت لأول مرة من خلال الشهادات واللافتات. أيضا كما تعرف أن أجواء المحاكمة العلنية وكذلك التهم التي وجه للمتهمين تبين بأن عكس ما حاول دعاة أو الحملات التضليلية تضليل بها الرأي العام الدولي، فالمحاكمة بينت من خلال التهم أن المتابعين يحاكمون في إطار المسطرة الجنائية، أي محاكمة جنائية، والتهم هي تكوين عصابة إجرامية، هي قتل قوات الأمن والتمثيل بجثتهم، وهذه ليست محاكمة سياسية، ليست محاكمة لرأي أو في فكر، هي محاكمة لجرائم بشعة، لجرائم ارتكبت في حق مواطنين أبرياء تركوا أبناءهم تركوا عائلاتهم. إذن فالمحاكمة هي عكس ما كان اليوم بينت من خلال هذه الجلسة أن محاكمة يتابع فيها متهمون يشتبه في تورطهم في ارتكاب تلك الجرائم التي حدثت بإقديم الزيك. الرأي العام الدولي الآن بدأت تتضح له الصورة، الكثير الذين انطلت عليهم التضليلات في البداية من خلال الصور التي جاءت في الروبورتاج والتي كانت تخص شهداء القضية الفلسطينية والتي تم توظيفها تشويه ما جرى في إقديم الزيك، اليوم بدأوا يقتنعون أن الحقيقة ليست مروج لها، الحقيقة أن هناك أبرياء قتلوا، الحقيقة أن هناك أبرياء تم التمثيل بجثتهم، وأن يجب على كل جونات أن يدفعوا الثمن في إطار محاكمة عادلة، وهو ما تم اليوم. نعم عبد الهادي المتوكل من أمامي المحكمة العسكرية بالرباط، كنت معنا متابعا لمحاكمة المتهمين في أحداث إقديم الزيك.